صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 75 لسنه 2024 باعاده تشكيل مجلس امناء غرفه البحرين لتسويه المنازعات الاقتصاديه والماليه والاستثماريه. وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس أمنا غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة السيد علي عبد الله العرادي وعضوية كل من كريستوفر جرينوود سير، توم سيكورا، ميك كينير، ريزا مهتاشمي داريوس كامباتا، السيدة أمينة جعفر العنيسي، السيدة عائشة عبد الله ماريك بولسون وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات